السلام عليكم ورحمة الله. دي المنظمة سبلايز ذا ميسنج بارس ذا كولونج دايلوج، يعني اكمل الأجزاء الناقصة في الدايلوج الآتي. محادثة بين جرين جروسر، جرين جروسر يعني بائع الخضروات والفاكهة، وسالي. فالجرين جروسر بيسأل سؤال، سالي قالت له يس كان اي هاف ا كيلو اوف بانانا بليز، ممكن اخد كيلو موز لو سمحت. يبقى هو بيقول لها ايه، يبقى هو قال لها ايه، اي خدمة ممكن اساعدك. يبقى كان اي هيلب يو، can I help you, can I help you, أي خدمة؟ فقالت له أيوة، عايزة كيلو بنانة لو سمحت. هيري قالت اتفضلي. وبعدين سألت سؤال، قال لها 4 باوندز a كيلو، بأربعة جنيه كيلو. يبقى كم السعر؟ how much is kilo of banana، يعني كم عدد كيلو الموز. how much is a kilo of banana، كم عدد كيلو الموز. four pounds a kilo. فهتقول له في الآخر here you are thank you. here you are يعني اتفضل. here you are thank you. ماشي. ماشي. المحادثة هنا بين سمير وتورست. سمير سأل سؤال، التورست قال له I arrived yesterday، أنا وصلت امبارح. يبقى السؤال هيبقى متى وصلت، متى يعني إيه، متى يعني، متى يعني when. فين الفعل المساعد تحت؟ مفيش فعل مساعد، والفعل في آخره إيه دي، يبقى الفعل المساعد هنا did. يبقى when did، و I تتحول ل you. when did you arrive، when did you arrive يعني متى وصل. when did you arrive. قال له وصلت امبارح. وبعدين سأل سؤال تاني، قال له I will stay for a week، أنا هقعد لمدة أسبوع. يبقى هتقعد لمدة قد إيه، نسأل بكلمة how long. how long I will تتحول ل will you، فالمساعد هو will، ب I will تتحول ل will you. how long will you stay، how long will you stay، هتقعد قد ايه، how long will you stay. وبعدين آخر سؤال، سأل سؤال قال له I will stay in a hotel، هقعد في فندق. يبقى أين ستقيم، أين يعني where، أين يعني where. في الفعل المساعد I will بتتحول ل will you، where will you stay، where will you stay يعني هتقعد فين. السلام عليكم. will you stay. محادثة بين رنا وشذا. رنا سألت سؤال، شذا قالت لها I will go to Alexandria. يبقى السؤال هيبقى أين ستذهبين، أين يعني where. فين الفعل المساعد، فين الفعل المساعد في الجملة اللي تحت، I will على طول بتتحول ل will you، يبقى الفعل المساعد هو will. where will you go، where will you go يعني أين ستذهبين، where will you go. وبعدين سألت سؤال تاني، قالت لها I will go by bus. يبقى كيف ستذهبين، يعني ايه كيف، يعني how. how برضو نفس الطريقة، I will تتحول ل will you، how will you go، how will you go، كيف ستذهبين. قالت لها روح بالأتوبيس. وبعدين قالت لها I will visit the Alexandria Library، هزور مكتبة الإسكندرية. يبقى ماذا ستزورين، ماذا يعني what، بدل I will تتحول ل will you، what will you visit، what will you visit، ماذا ستزورين. what will you visit، I will visit Alexandria Library، هزور مكتبة اسكندرية. بص على الميني دايلوج، محادثة بين تور جايد يعني مرشد سياحي وتورست وسائح. فالمرشد السياحي بيقول له هاي ويلكم تو ايجيبت، مرحبا بك في مصر.
وبعدين سأله سؤال وقال سؤال قال له هاي اي ام فروم كندا، انا من كندا. يبقى السؤال هيقول له انت منين، اين يعني وير، فين الفعل المساعد والفعل اللي تحت، اي ام على طول بتتحول الى ار يو، يبقى وير ار يو فروم، وير ار يو فروم يعني انت منين، وير ار يو فروم. بعدين احمد وعلي، هاي علي وات از يور فيفورت سبورت، ما هي رياضتك المفضلة؟ ماي، أي رياضة بقى؟ ماي فيفوريت سبورت إز فوتبول، يعني رياضتي المفضلة هي فوتبول، كرة القدم، إز فوتبول، ماي فيفوريت سبورت إز فوتبول. بص على choose، choose the correct answer from A B C or D. There is a cooker، يعني يوجد كوكر، يعني بوتاجاز، in the، يوجد بوتاجاز فين، in the bedroom ولا kitchen ولا bathroom. يبقى there is a cooker، كوكر يعني بوتاجاز، in the kitchen. Can I an account please، account يعني حساب، يعني هل ممكن أن أفتح حساب من فضلك. Can I open an account please، can I open an account please، ممكن أفتح حساب من فضلك. ماي از شهر مايو اللي هو شهر 5، ده الشهر الكام؟ ده الشهر الخامس. ماي از ذا فيفث مانث ان ذا يير، ماي از ذا فيفث مانث ان ذا يير، يعني شهر مايو هو الشهر الخامس من شهور السنة. احمد واتشز، الفعل في اخره اس، فوتبول ماتشز، هي دازنت لايك ات، ما بيحبهاش، يبقى هو كده عمره ما بيتفرج عليها، يبقى احمد نيفر واتشز فوتبول ماتشز، عمره ما بيتفرج على ماتشات كورة، he doesn't like it. This box is full، هذا الصندوق is full، مليان ب، this box is full of، مليء ب يعني full of old coins، مليان عملات قديمة. رقم 6، this ولا those ولا these box which are on the shelf are، يعني الكتب، اولا الكتب يعني جمع، وطالما هي جمع انا كده اروح عامله غلط على دي، لان زيس للمفرد، فقدامي يا زوس يا ديس، هو بيشاور على الكتب، الكتب قريبه ولا بعيده؟ لا الكتب بعيده، عشان هو بيقول على ذات شيلف، ذات شيلف يعني الرف البعيد ده، لان ذات بستخدمها للبعيد، فطب ما هؤلاء للبعيد اسمها زوس، يبقى مش هختار ولا زيس ولا زيس، زوس بوكس هؤلاء الكتب ار which are on that shelf اللي موجود على الرف ده valuable، valuable يعني قيمة، بس كده مكتوبة غلط، يبقى those books which are on the shelf are valuable. What are these، ما هذه الكتب، they are books، ماشي. What are these، لما اجي اقول ما what are these بجاوب ب they، what are these بجاوب ب it، يبقى what are these، they are books. I live عرابي street، قبل الشارع بحط at، I live at عرابي street. don't بيجي بعديها فعل من غير اي اضافات، don't talk in the library، لا تتحدث في المكتبة. the chemist is the left، على اليسار، يعني الصيدلية على اليسار، the chemist is on the left. رقم 11، اسمع معلش، هو رقم 5 حاضر، رقم 5، ماشي، رقم 5، this لا book is، قصدي رقم، لا قصدي زي معلش، هنا رقم قصدي 9. رقم 9، don't بيجي بعديها فعل من غير اي اضافات يا، don't يعني لا تتحدث، don't بفعل في المصدر، don't talk in the library، لا تتحدث في المكتبة، don't talk in the library. ورقم 10، the chemist يعني الصيدلية is on the left، on the left يعني على اليسار، و on the right على اليمين، يبقى on the left و on the right، على اليسار وعلى اليمين.
رقم 11 can you، هل ممكن ان انت تستهجى تتهجى، can you spell your name، ممكن تتهجى اسمك spell بالايه، can you spell your name، are you happy، هل انت فرحان، yes واعمل مقص، are you بتتحول على طول ايه، yes I am، are you happy، yes I am، I like to the club، يعني انا احب ان التحق بالنادي، I like to join the club، I like to join the club. بعد كده have you got a brother، طبعا كلمة got بيجي قبلها يا have يا has، ويو ما بتحبش الاس يبقى have، have you got a brother يعني هل عندك اخ، this is my umbrella، هذه شمسيتي، يبقى it's mine، الفرق بين my وmine بتاعت الترم الاولاني، my بيجي بعديها الاسم المملوك my umbrella، وmine ما بيجيش بعديها حاجة، it's mine، this is my umbrella it's mine، انها ملكي. رقم 16 My parents are proud of me، يعني والدي فخورين بيا، ناقص كلمة me هنا، My parents are proud of me، The flat is for، يعني الشقة للبيع is for sale، دي sale، The car is in the، يعني العربية موجودة فين، in the garage، How often do you، في هنا do أو does أو did، التلاتة بيجي بعديهم فعل من غير أي إضافات، How often do you meet your friends، كم مرة بتقابل أصدقائك، How often do you meet your friends، كم مرة بتقابل أصدقائك. بص على القطعة، هو نفس على فكرة نفس الامتحان ده بتاع السنة التالتة، سنة تانية إعدادي، بس متغير فيه بس اللي تشوز. بص على القطعة، هاو ميني بيبول، هاو ميني ميلز دو موست بيبول هاب، يعني كم عدد الوجبات اللي معظم الناس بياكلوها، هنجيبها من قطعة كده اهي، موست بيبول هاف 3 ميلز افري داي، معظم الناس بياكلوا 3 وجبات في اليوم، دي إجابة السؤال الأولاني. السؤال الثاني، what do doctor say that people should eat، الدكاترة بيقولوا الناس المفروض تاكل ايه، هنا doctor says that healthy food is very important، ان الطعام الصحي مهم. ازاي حضرتك يا ميس؟ نعم معلش يا ميس، هو حضرتك ليه ما عرفتناش ان احنا هنفتح زوم؟ واحدة، ماشي، دكتور سيز، الدكاترة بتقول that healthy food is very important، ان الطعام الصحي مهم، and people should eat lots of fruits and vegetables، والناس يجب ان يأكلوا كثير من الخضروات والفواكه، دي الجملة التانية. بعد كده is doing exercise important، يعني هل عمل الرياضة مهم؟ yes yes او no، بعمل مقص، yes it is، yes it is، بس كده yes it is. بص على الشوز بتاع القطعة، people should eat cakes، الناس لازم تاكل كيكة، ايه كيكس، يعني قليل من الكيكات، والكيكات يعني كلمة مجموعة، الجمع ما ينفعش اخد قبليه little، little دي تيجي قبل الكلمات التي لا تعد، يا اما مني يا اما فيو، بس الدكاتره الناس المفروض ياكلوا كيكه كتير ولا قليله، اكيد قليل يبقى فيو كيكس، يبقى انا عندي كلمه قليل يعني فيو او ليتل، بس عشان كيكس جمع مش هينفع احط قبلها ليتل، لازم ناكل فيو، لان فيو ومني هم دول اللي بيجي بعديهم جمع، بيبول ستي ات هوم اول تايم، الناس ما ينفعش يقعدوا في البيت طول الوقت، يبقى شودنت ستي ات هوم اول تايم، بيبول شودنت ستي ات هوم اول تايم، ما ينفعش يقعدوا في البيت طول الوقت. ماشي، نبص هنا، what size يعني ما مقاس does Nadine's brother wear، what size t-shirt يعني ما مقاس التيشيرت اللي اخو نادين بيلبسه، نجيبها من قطعة، my brother bought a size medium t-shirt، يعني اشترى قميص medium، يبقى هو بيلبس ايه، a size medium t-shirt، A size medium t-shirt، دي الإجابة الأولى، A size medium t-shirt،
طب الإجابة التانية؟ هو وينت شوبينج ويز نادين. مين اللي راح يتسوق مع نادين؟ اللي راح يتسوق مع نادين هير مام اند في بالكو هير مام مامتها اند هير براذر. هير مام اند هير براذر. بعد كده What size does Nadine of shoes does Nadine buy؟ يعني نادين اشترت المقاس الحذاء اللي نادين اشترته. She bought، هي اشترت. She bought يعني هي اشترت size مقاس ثيرتي ايت، مقاس 38. هي الأول دخلت محل لقت فيه مقاس 37 فطلع صغير عليها، وبعدين دخلت محل لقت فيه مقاس 39 فطلع كبير عليها، والمحل التالت دخلت لقت مقاس 38 وطلع مظبوط عليها. ماشي، عشان هيجي سؤال دلوقتي برضو على نفس الكلام ده. هاو ميني شوبس شو شوبس داز نادين فيزيت، يعني نادين دخلت كم محل أحذية؟ قلنا دخلت ثلاثة. الأول لقيت فيه مقاس صغير، وبعدين لقيت فيه مقاس كبير، وبعدين لقيت مقاسها في المحل التالت. يبقى هي دخلت كام محل؟ دخلت تلاتة. 3. نادين is writing، نادين بتكتب ايه؟ an email، بتكتب email. عايزين نكتب باراجراف عن my last weekend، يعني عطلة نهاية الأسبوع. ثانية واحدة. last weekend أجازة الأسبوع الماضية، عطلة الأسبوع الماضي last weekend. وعايز كام جملة؟ عايز خمسة. طيب last weekend عطلة الأسبوع الماضي I went، يعني أنا دخلي كل الأفعال بقى في الماضي. اي يعني انا، اي اللي هي انا دي بتتكتب كابيتال على طول. اي وينت، اي ويت وينت ويت اي يعني وينت ايه وينت يا ماما؟ انا عايز اعرف يعني ايه وينت، كل شويه اقول وينت اتبه بيسالني. ما اتبه معنى كلمه وينت؟ هبحث عن جوجل، ابحث على جوجل خلاص. يعني I went to the zoo last week. I went يعني أنا ذهبت to the zoo إلى حديقة الحيوانات. ماشي، I went، أنا ذهبت with مع I went with my family، يعني أنا ذهبت مع أسرتي. ماشي، نقطة. I was happy، أنا كنت سعيد. بعدين I saw the animals، يعني أنا شفت الحيوانات. كل الأفعال تبقى في الماضي بقى. I saw the animals، وفي ال I أكلت الحيوانات، يعني I fed the animals. I went يعني أنا أنا I مثلا played football. I جيت ولعبت كرة قدم. بس كده، ادي اهي ده الباراجراف عن اللاست ويك اند. ثواني اصوره لكم وابعته.
ده الباراجراف الأولاني. الباراجراف التاني My adventure sport، يعني رياضة المغامرات بتاعتي، رياضة فيها مغامرة. ممكن أقول I like sports، I like sports يعني أنا بحب الرياضات. My favorite سبورت، ماي فيفوريت سبورت إيه؟ روك كلايمينج، يعني رياضتي المفضلة هي تسلق الصخور. It is hard يعني هي رياضة صعبة. It is dangerous وهي رياضة خطيرة. I like it يعني أنا بحبها. I like وبحب كمان تريكنج، تريكنج يعني التجوال. in the mountains في الجبال. صور برضو. بعد كده الرياضة الثالثة reading، القراءة. ميز هي ايه تاني جملة انا مش فاهماها؟ هني جملة في ايه؟ في الباراجراف موضوع عن القراءة، وهنا عايزك تكتبي موضوع عن القراءة، فاحنا هنقول ايه؟ my favorite hobby is reading، يعني هوايتي المفضلة هي القراءة، وحط نقطة. I like reading، أنا بحب القراءة. I go to the library، أنا بذهب إلى المكتبة. I read all kinds of book، أنا بقرأ كل أنواع الكتب. I go to the library on Tuesday مثلا، بروح المكتبة يوم الثلاث. ماشي؟ هبعت لكم الباراجراف ده كله مكتوب دلوقتي. بس كده، هما دول الثلاث باراجرافات هبعتهم لكم مكتوبين على الجروب، وتعالوا نبص على الترجمة. ترانسليت انتو عربي، ذا لايبراري از اون ذا سكند فلور، معناها هترجمها اقول المكتبه في الدور الثاني. ذا لايبراري از اون ذا سكند فلور يعني المكتبه في الدور الثاني. اللي بعديها هارد وورك ليدز تو سكسس، هارد وورك يعني العمل الجاد يؤدي الى النجاح. هارد وورك ليدز تو سكسس. رقم اربعه ايزي كوم ايزي جو، ما ياتي بسهوله يذهب بسهوله. ايزي كوم ايزي جو يعني ما ياتي بسهوله يذهب بسهوله. The mosque is beside the library يعني المسجد بجوار، beside يعني بجوار المكتبة. The mosque is beside the library. Translate into Arabic. رياضتي المفضلة هي السلة، هي كرة السلة. My favorite sport is basketball. My favorite sport is basketball. My favorite sport يعني رياضتي المفضلة is basketball. بعد كده يذهب والدي إلى العمل بالسيارة. My father أبي يذهب، يبقى جود عشان هو مفرد لازم أحط له اسم. My father goes to work إلى العمل by car بالسيارة. My father goes to work by car. بعد كده
تستطيع أن تشتري الأدوية من الصيدلية؟ You can buy, you can, you can يشتري يعني buy, you can buy دواء يعني medicine. ده الصيدلية يعني كيمستس. You can buy medicine at the chemist's. لقد زرت المتحف المصري الأسبوع الماضي. لقد دي تترجم I have visited the Egyptian Museum. المتحف المصري يعني Egyptian Museum last week. أسبوع الماضي last week. بس كده هي كده خلصت. حاولوا بقى تطبعوها الملزمة وتحلوا بقى واحدة واحدة إن شاء الله، وأنا هبعتلكم البراغرافات دلوقتي إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.